پڑھا کر تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں میری مراد حافظ ضیاء الحق صاحب میرے ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے میرے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين